هنا بقى في المفروض اقرا الارقام. هنا بقى بنقول زي ما بتسمع كده ايه المايند سيت بتاعتك وطريقه تفكيرك وما الى ذلك، تمام. طيب انا في ممكن حد يمشي بنفس السيلز فانل دي ويشوف التفاصيل دي، وممكن حد تاني يقول لك لا انا مش همشي بالخريطه دي، انا محتاج اعمل خريطه تانيه تبقى اقصر، انا محتاج ان انا احول الناس على صفحه مثلا كل المنتجات نفسها او صفحه الشيبنج، مش هحولهم على منتج واحد. في ناس تقول لا والله انا المفروض ان انا احول هعمل مثلا 3 اعلانات، تمام، وكل اعلان منهم كل اعلان منهم بيحول على منتج مختلف، تمام. والله انا المفروض ان انا هشتغل على حسب بقى هنا المايند سيت دي، او كلمه المايند سيت تتكلم على ايه، على تفكيرك في طريقه الاعلان، او طريقه تفكيرك في شراء المساحه الاعلانيه نفسها، تمام، طريقه تفكيرك في عرض المنتجات، طريقه تفكيرك في الشغل بشكل عام. طب ليه بقى في حاجه اسمها مايند سيت اصلا، او الكلمه دي ليه؟ لان الموضوع في الاعلانات مش ماشي ستاندر، مش مثلا هو توبك وكلنا ماشيين عليه، لا، كل واحد وطريقه تفكيره، استراتيجيته، طريقه الشغل بتاعته، طريقه فهمه وقرايته للارقام. يعني مثلا انا دلوقتي لو لقيت ان المفروض عندي عدد من العملاء، تمام، العدد ده المفروض ان هو كبير جدا 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 بيشوف الاعلان، لكن بعد ما العدد ده بيشوف الاعلان في بس عدد قليل جدا جدا هو اللي بيشتري، عدد قليل هو اللي بيشتري. طب هنا يبقى انا في مشكلة، ليه الناس كلها بتشوف الاعلان وعدد قليل بس اللي بيشتري؟ يعني ليه ايه بقى المشكلة؟ طريقة بقى تفكيري في حل المشكلة نفسها والاناليسز للمشكلة هو ده اللي هيخليني افرق عن حد تاني، واشوف نظرة مختلفة في الاعلانات. طب النظرة المختلفة في الاعلان دي هي اللي هتخليني بطريقة تفكير مختلفة اقدر احل المشكلة. طب انا دلوقتي عندي عدد من الناس، العدد ده لما بيشوف الاعلان او لما بيشوف الـ الاعلان بتاعي بيبتدي يتحول، وعدد كبير جدا بيخش، تمام. طيب العدد الكبير اللي بيخش ده والعدد الكبير اللي هو ما بيشتريش، العميل ليه ما بيشتريش؟ طريقة بقى الاناليسيس بتاعت الموضوع ده ممكن تكون فين؟ طيب انا بقى طريقه تحليلي للموضوع، انا بحلل الموضوع ازاي، وطريقه تفكيري، طريقه تفكيري اللي هي الناس اللي بتخش دي علشان تاخد قرار الشراء نفسه، ما بتشتريش. طب ليه ما بتشتريش؟ طب ما ممكن ابص بقى هنا على الارقام، الارقام بتقول ايه؟ والله الارقام بتقول ان الناس اللي بتخش اصلا وبتدوس كليك في منها 50% مش بيظهر اصلا. يعني ايه مش بيظهر؟ يعني مثلا في 100، تمام، ال 100 دول المفروض ان هم داسوا على الاعلان، تمام، في 50 بس هم اللي شافوا الصفحه، فهنا في 50 بيقعوا في مرحله معينه. يعني تعالى مثلا كده اقول لك على حاجه، تعالى مثلا اقول لك مثلا هنا في 200، تمام، ال 200 دول المفروض داسوا على الاعلان، تمام، حلو جدا. طب ال 200 دول لما داسوا على الاعلان الناحيه الثانيه عندي ال 200 اللي داسوا على الاعلان دول، عندي في 100 واحد، تمام، شاف صفحه المنتجات، تمام. انا كل ده بحاول اتكلم بطريقه سلسه او بطريقه من غير ما ادخل في رموز واختصارات والكلام ده عشان الناس تبقى فاهمه، فالناس اللي فاهمه قوي تحاول تتقبل ده، معلش، علشان الناس اللي معانا لسه او الناس اللي مش واخده بالها، تمام. طيب هنا في بقى، انا في هنا عندي المفروض ال 200 دول، تمام، ال 200 شخص دول، انا دلوقتي عندي هنا في 200 شخص، تمام، ال 200 شخص دول اصلا فين هنا من ال 100؟ طب انا هنا في عندي 100 واقعه، المية دي راحت فين؟ المية شخص دول راحوا فين؟ أنا عندي 200 واحد داخل داس على الإعلان، ولما بيدوس على الإعلان 100 واحد بس اللي بيروحوا، هنا في 100 وقع، المية دي راحت فين؟ تمام؟ المية دي ممكن تكون إن الناس أصلاً الصفحة بتاعة الويب سايت اللودنج بتاعها تقيل، فالناس أول ما بتروح
الصفحه تقعد تحمل في 60 سنه، فالعميل اصلا ما يخشش، فما تتحسبش اصلا بيج فيو او الناس تشوف. طب انا هعمل ايه؟ لا تعالى يا ديفلوبر عدل لي الويب سايت عشان تخلي اسرع، وانا مش هنفع اشغل الاعلان ويجي لي 100 شخص من ال 200 اصلا يتحول. طيب انا دلوقتي مثلا عندي في مشكله ان الناس بتشوف المنتج ما بتشتريش، لا والله الناس مش عندها تراست كفايه في المنتج نفسه. طب تعالى يا ديفلوبر حط لي تمام علامه مثلا جوده 100%، فري شيبنج، اي حاجه تخلي الناس تاخد اكشن وهي داخله جوه. طب انا والله الناس عندي في مشكله، ال 200 دول في منهم نسبه كبيره مش بتشتري او بتخش ومش بتشتري، طب السعر في السوق عامل ايه؟ والله السعر في السوق كويس ولا السعر؟ طريقه بقى، طريقه تفكيرك هنا هتكون عامله ازاي؟ هنا ده اللي بيفرق. هو ده بتاع الايه يعني زي ما بيقول كده ايه، هو ده الصنايعي، تمام؟ هو ده اللي بيقول عليه ايه، الصنايعي. الصنايعي اللي بالظبط هو عارف يحدد فين المشكله، وعرف يحدد بالظبط ازاي يقدر يحل بقى الموضوع ده. انا دلوقتي طريقه تفكيري ايه بالظبط، وبناء على طريقه تفكيري دي هبتدي احل الموضوع. طب هنا هحل الموضوع ازاي؟ طريقه تفكيرك بقى هنا اللي تفرق، والاناليسس بقى بتاعت الموضوع وانت عملتها ازاي وقدرت ان انت تحل المشكله، وبعد ما حليت المشكله الناس بدات تشتري، انت كسبت خبره، فهمت الامور ماشيه ازاي، قدرت تاناليز بشكل كويس في طريقه قرايتك للارقام، وبناء عن طريقه قرايتك للارقام ان انت تقدر تترجمها لحلول، وبناء على الحلول دي تبتدي ان انت تعدل الايه الموضوع بتاعك بشكل كويس. ده اوفرول على كل حاجه في الاعلانات، على كل حاجه في الاعلانات. طب ايه تاني اصلا في موضوع الميديا بينج ده، او استخدامك اصلا او طريقه تفكيرك في الميديا بينج نفسها، فهمك نفسه للبلاتفورم، تمام؟ فهمك، تمام، فهمك لإيه؟ للبلاتفورم نفسها. البلاتفورم مهمة جدا جدا إنك تكون فاهمها مش حافظها. يعني أنا عارف إن أنا ممكن أستخدم ممكن أستخدم مثلا منتج معين، والمنتج ده مثلا لو اشتغلته على جوجل آد، أو أنا ممكن إن أنا أستهدف الزوار بتوع موقع المنافسين علشان أجيبهم واشتغل عليهم ترافيك. طيب ممكن حد تاني ما يعملش كده، حد تاني يقول لك لا ده انا هشتغل فيسبوك وابني منه الترافيك على الويب سايت، حد رابع ما يعملش كل الكلام ده، يقول لك لا ده المفروض هعمل اعلان مثلا فيديو، تمام، واخد الناس اللي عملت بيج فيو او فيديو فيو بنسبه كبيره واحولهم بعد كده لوكالايك ترافيك. الموضوع ملوش طريقه واحده، انا ليا طريقه، انت ليك طريقه، حد تاني ليه طريقه، وما الى ذلك. طب ده بيعتمد على ايه؟ طريقه فهمك للارقام وطريقه فهمك للبلاتفورم نفسها. البلاتفورم هنا اللي مقصود بيها منصه الاعلانات نفسها، اللي هو فيسبوك او جوجل اد او انستجرام او الكلام ده كله. في مثلا ساعات نقول ايه، والله انا لما بشتغل اعلانات انستجرام من انستجرام نفسه بتجيب نتائج هائله جدا جدا، عن ان انا لما اشتغلها عن ان انا لما اشتغلها في عن ان انا لما اشتغلها من فيسبوك ادز او فيسبوك مانجر. طيب اوكي، بتعرف تجيب بيها نتائج؟ اه بعرف، اشتغل عادي جدا. بس اصل في ناس قالت لي ان الشغل من على جوجل اد بيبقى افضل. اه عادي، انا ساعات بقول للناس فعلا الشغل على جوجل اد افضل، بس ده بالنسبه لي، لان انا الطريقه بتاعتي والاستراتيجي اللي بشتغل عليها ونوعيه الاعلان اللي بشتغلها والميزانيه اللي كنت حاططها والبودجت اللي كنت البيد استراتيجي اللي كنت بشتغل عليها وكل الكلام ده كله مختلف تماما عنك، تمام. التايم اللي انا عملت فيه الاعلان كل ده مختلف، تمام. فما اجيش ان اقارن بقى انا وانت، انا بديك المفروض لما تاخد بقى كورس او حاجه تاخد طريقه التفكير نفسها وفهمك للبلاتفورم وتبني انت طريقه تفكير لنفسك، تمام. ده قصه الميديا بانك بشكل عام. يعني انت في الميديا بانك محتاج ان انت تفهم البلاتفورم بتقول ايه،
وتقدر تقرا الارقام فيها كويس، سواء بقى ارقام الداشبورد اللوحه بتاعت الاعلانات او الارقام بتاعت الاعلانات، وفهمك للارقام، فهمك للاستراتيجيات مختلفه، وتقرا كتير جدا في الاستراتيجيز. افتح كده نت وابتدي اقرا عن استراتيجيات كتير، وطلع طريقه استراتيجيه معينه وجربها، وابتدي ايه حط ايدك في الموضوع بشكل كبير. طب انا لما ابتدي اشتغل على ان انا احط ايدي في الموضوع كتير، الموضوع يحتاج فلوس عادي جدا. حاول ان انت تشتغل على منتج يكون خفيف، حاول تبتدي تجرب حاجه في حاجه لحد ما هتلاقي نفسك مع الوقت فهمت الفلوس. حاول تطلع بادجت مثلا من مرتبك، من شغلك، من اي حاجه، ده انت حاطه ليرنينج بادجت، انت دي بتتعلم بيها. انا الفلوس دي باخدها عشان احطها في اعلانات عشان اتعلم بيها، وانت نفسك هتلاقيك حريص جدا جدا على المبلغ ده، فتبتدي ان انت تحاول تطلع احسن حاجه.